نعم، في الصباح ترددت معلومات أن أحمد فوزي عبد الكريم يمكن أن يكون هو الانتحاري الذي فجر نفسه في تفجير الهرمل الثاني، وذلك استنادا إلى بطاقة احتياط عسكرية وزعت على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن يعني سرعان ما تبين أن هذا الموضوع هو مزحة، لأن أحمد فوزي عبد الكريم الآن موجود في محله في التباني قرب مسجد حربة، وهو يعني سوف يتحدث للـ ABC ويشرح ما الذي حصل بالضبط حتى يعني تداول اسمه في عمليات التفجير. أحمد، خبرني بطاقتك كيف وصلت على الهرمل؟ شو اللي صار بالضبط؟ خي لا في بطاقة بالهرمل ولا في شيء من أساسه. بالأساس كليته أنا حطت هويتي ضمن أغراضي، ضمن أغراضي الشخصية، ورحت مجلع بجلدة. وأنا جاي على الطريق، بعد شوي جيت عم بضرب ايدي عليهم ما لقيتها. شي نص ساعه ثلاث ارباع الساعه بيجي ولد صغير بيشتروا من عندي، بيقول لي عمو هيدي منها لعلك، خدتها منه حطيتها بجيبتي وطلعت على بيتي لاتغدى. بنزل من البيت بلاقي الدنيا خربانه، بيقولوا لي شو صاير؟ كيف هيدي هويتك طلعت مكان تفجير؟ لك شو الخبريه هيدي؟ انا حطوها على التلفزيون الجديد. بدينا بس شغله، اول شغله يعني انت بس نص ساعه فرق معك؟ لا انا نص ساعه تبع ساعه لك ضيعتها. نعم. وكنت مجلد عليك مجلد امبارح جلدتها. نعم. انا بايدي كانت مهريه دايره مندره، وانا بحطها ضمن، انا بحطها ضمن مصيد ضمن غرودي. نعم. واقعه مني بلاقيها طفل بيجيب لي اياها امبارح بيقول لي هدي عمو هدي الهويه تبعتك. ما لقيتها، لقيتها هونيك عزبي هون باخر الشارع عندي محل مني جاي، حطيتها وكملت نهاري طبيعي. طلعت على بيتي تغديت ونزلت على بعد المغرب لقيت الدنيا مطبوله، بعثوا لي شباب اصدقائي صوره على الانتحار اللي فجاه صار في الهرمل. ليه عم شو هيدي فجاه بتطلع على الجديد؟ بدي اسالهم انا بس سؤال، دم العالم منها لعبه؟ يعني مع اول شيء مبينه انه شغل مزح، ومبينه انه مش شيء مو طبيعي طحنك فجاه بتنتشر من طول لبنان لعرضه، هذا شيء مش طبيعي لانه دم الناس منه لعبه. بعدين نحن معروفين مين، ما بعرفش توجهاتنا. انت من وين احمد؟ يعني من التبانه؟ انا خلقت بالتبانه، انا بفنيدي الاصال. نعم. وقال لي شرفكم من فنيدي. نعم. وكل عام بتعرفنا نحن شو، بس للاسف يعني بيطلع وسائل الاعلام وبتكب خبر يعني خطير مثل هذا، يعني العالم كلها عايشه على اعصابها، ان كان بالهرمل وان كان عندنا وكان وين ما كان، تطلع صوره مبينه تركيب بيقولوا انتحاري اللي فجر نفسه. ممكن يكون حدا من رفقاتك شاف هذه البطاقه مثلا ولعب بهذا؟ كل الاحوال حدا من رفقاتي شافها او مصوره من دون ما اعرف، انا مني بسامحه لان هذا المزح ما بين مزح. شغله ثانيه، معقول تكون بطاقه البطاقه من الهرمل ايش عندي بتبينه؟ هيك خبر مثل هذا في ناس وفي دم وفي اشلاء عالم طايره تيجي بتنحط على فين فجر حوله بالعالم؟ انت بلغت الامنيين دغري وقت سمعت الخبر؟ انا كنت قصتي خذت من انه عودي ضحك انه حدا من الشباب عم يتحرك عم يمزح، فجاه بلاقيها انتشرت على وسائل الاعلام بيطلع بلاقيها على الجديد. كيف هالخبر؟ هذا دم عالم، في عالم وقعد على اعصابه، كيف هيك خبر بيطلع خبط لزع على الاعلام؟ وهو اذا بجيب طفل ما بيفهم بالاخبار بالاعلام، مبين انه شغل ولد، مبين شغل مزح بأي حال. اليوم عام. اليوم تواصلت مع الامنيين؟ بلغتهم؟ تواصلنا وبلغناهم، وهن نحن معرفين نحن شو وبيعرفونا، هن صاروا يقولوا لك فلان معروف مين هو، كيف بده يقول هذا فجر حوله؟ خبرني شو كانت ردة فعل والدتك لما سمعت الخبر؟ والدتي ما خليني نحكي عن والدتي، مشكلة انا قلت لها والدتي، مني قلت لها نعم لانه نحن معروف شو، ولا حدا الحمد لله رب العالمين ولا نشتغل الشغل من اساسه، بس للاسف انه صرنا باعلام مع احترامي للكل شيء كثير، يعني العالم كله قاعد على اعصابه بيجي خبر مثل هذا وبينكب من طريق لبنان لطوله. يعني انت موجود من محلك من الصبح اليوم؟ محلي من امبارح واليوم، وعم بتفاجئ انه شو عم بيصير، انه معقوله؟ لكن كل ما انسان مزح عالم قاعد على اعصابه. هلا افترض عم صورة نحن فينا بنتقبل حدا يمزح معنا، لك مزح ما بنتقبل منو حديث هذا؟ انه غرض مثل هذا بنتمنى من وسائل الاعلام تتاكد من الخبريه قبل ما تكب على الاعلام. اليوم اجى واحد مثلا مزح غلط كب على وسائل الاجتماعي على المواقع، بيروح باعلام اللي هو معروف شو لازم يكون، بدي على الجديد باي حق هذا؟ يعني هاي صارت فتنه بين الناس بقلب بعضها، مفروض ينتبه، مفروض تاكد، مفروض تتوتر الخبر عنده، مفروض 100 قصه بقصه، هذا ضمن عنده ما ضمن عنا، بلاقيها مطبول الدنيا بصوره هي مبينه اقل من مزح. طيب شكرا كثير الله عبد الله. يعني انت مكمل نهارك يوم محلك ما في مشروع تفجير او شيء؟ ولا لك يا اخي مش تفجير، نحن بنشتغل بيوميتنا يا اخي. شكرا لك. اذا ديما يعني كما استمعنا تبين ان هذه القضيه هي عباره عن مزحه، ولكن يعني بعض وسائل الاعلام تعاملت معها كونها جديه، ولكن يوم احمد فوزي عبد الكريم عبر الـ ABC يعني شرح كل ما حصل. ديما مع العلم انا بس بدي اشير انه ربما بالاول ما انتشر الاسم نشرت البطاقه مع اسم امجد عبد الكريم، لانه على البطاقه مش كتير واضح الاسم الاول اللي هو إذا احمد. اديني بطاقه شوي، بطاقه
نعم اذا نعم نعم على البطاقه على البطاقه مش واضح يعني اسم احمد مشان هيك كما تشاهدين هو يعني مع بطاقته بطاقه الاحتياط مش واضحه كثير كلمه احمد مشان هيك هن يعني البعض يمكن كتب امجد او احمد بس هي أوكي. حتى على البطاقه يعني مش متلاعب فيها هي على البطاقه الاصليه ممحيه احمد يعني ربما يمكن احمد هلا لازم يرجع يظبط البطاقه نعم ديما